أيضا ضمن التواجد العربي برالي حائل 2010 بسرنا نلتقي الأستاذ خالد زكريا من الأردن، هو مدير السباق مدير رالي الأردن ورئيس اللجنة المنظمة للرالي. أستاذ خالد زكريا، عم نشوفك متواجد أنت والأستاذ عامر البشير والأستاذ حسن علاء الدين، يعني حضور أردني مكثف لرالي حائل 2010، يعني شو الغرض من هالتواجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء طبعا نشكر الجيروان، نشكركم على الجهود اللي عم تبذلوها في رالي حائل اللي هو جولة من جولات الباها في بطولة العالم، وهذا طبعا إنجاز كبير من الإخوان السعوديين. الشكر الكبير للاتحاد السعودي ولرئيس الاتحاد الشيخ مشعل السديري أبو بدر على الدعوة الكريمة اللي وجهنا إياها لحضور هذا الرالي. طبعا تواجدنا احنا بالاردن، ان وجودنا في السعوديه لحضور هذا الرالي كان بدعوه من الاتحاد السعودي زي ما حكيت لك. ويعني دائما الاتحادات العربيه او النواد العربيه بتشارك مع بعضها البعض الخبره عشان نقدر نسطر قصص نجاح في بطوله الراليات ان شاء الله في العالم. احنا في الاردن هاي السنه في سنه 2010 في عندنا الجوله الثالثه من بطوله العالم، راح تكون بالرالي العالمي اللي هو WRC، وراح يبتدا السباق بتاريخ 1/4/2010 وبينتهي ب 3/4. طبعا الاخوان السعوديين وعلى راسهم الاخ مشعل ابو بدر يعني دائما بيكون موجود عندنا في بلده في الاردن، وناخذ منه توجيهات يعني بتكون بناءه دائما. فاحنا كان وجودنا هون على اساس نتابع الرالي ونشد على ايدين اخواننا بالسعوديه، وان شاء الله من نجاح لنجاح اكثر في الاعوام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بدي يعني تحكي لي عن التنظيم، كيف شفتوا انت مدير رالي هون رالي مختلف نوعا ما عن راليات الشرق الاوسطيه او WRC، كيف شفت مستوى التنظيم؟ كيف شفت الدعم الحكومي المقدم لرالي حائل والاهتمام الإعلامي بالرالي؟ بصراحة الدعم والتنظيم شيء بيرفع الراس، نفتخر فيه كلنا كعرب. يعني مرحلة الانطلاقة، مرحلة البداية كانت من الموقع هذا المقوات، والموقع جدا جدا منظم، يعني فيه الفاسيلتيز وفيه كل التسهيلات اللي بتخدم إنه تنظيم رالي ناجح يعني. وأنا بصراحة خلال فترة الثلاث أيام الماضيين يعني وجودنا في حائل وفي المملكة العربية السعودية بتخيل أنه على أعلى المستويات، يعني ناجح بامتياز يعني التنظيم اللي هو تنظيم رالي حائل. طبيعة أراضي الأردن ربما بتسمح بإقامة راليات 4x4، في توجه بهالمسار هذا ولا لحد الآن كلام؟ بصراحة أنه توجه موجود، يعني كنا تناقشنا إحنا الأخ أبو بدر الأخ مشعل ممكن يكون في بطولة عربية للراليات وللباها، يصير في معظم مناطق اللي هي الخليج والأردن أو بلاد الشام، كمان في عندنا مناطق صحراوية نقدر نعمل فيها بطولة. طبعا هاي الأمور يعني إحنا في الأردن زي ما بتعرف دائما كان التركيز عندنا إياه بالراليات اللي هي راليات الشرق الأوسطية، وكان هدفنا أن نوصل للعالمية، والحمد لله قدرنا نوصل لها سنتين على التوالي يعني. فإن شاء الله في المستقبل نقدر ننظم جولة من بطولة العالم في الباها يعني كمان في الأردن، وبتوقع هاي إشي يعني مش بعيد، وخاصة الإخوان في السعودية وإخواننا في الإمارات الكل عماله بنظم بطولات عالمية، فإذا تضافرت الجهود كاملة يعني بيصير في عنا بطولة عربية يعني الكل بيشهد لها بالنجاح وفي التقدم، لأنه كل اتحاد أو كل نادي عماله بيكون في دوره بشكل ممتاز ومميز دائما، فإذا اتحدت هاي الجهود كلها طبعا تكون النتائج مبدعة إن شاء الله. يعني على كل حال منرحب فيك مرة ثانية برالي حائل 2010، وعلى غرار 2008 إن شاء الله رالي 2010 بالأردن WRC بلاقي النجاح المطلوب. شكرا لك، وشكرا لجيروان، شكرا لها استضافتكم، وشكرا للمنظمين رالي حائل على هذا الحدث الرائع. وبحب أشكر بجد أهالي حائل وعلى الكرم الحاتمي اللي موجود في هاي المدينة، يعني بصراحة غمرونا يعني، والله يعطيكم العافية. مشكور. شكرا. أيضا ضمن التواجد معنا برالي حائل الدولي 2010 معنا الأستاذ حسن علاء الدين رئيس اتحاد نوادي السيارات العربية بالاتحاد الدولي للسيارات FIA. أستاذ حسن منرحب فيك برالي حائل 2010، تواجدكم هون بهذا الرالي ماذا يعني؟ طبعا احنا دعم للسعودية ببدايتها اللي بدأت قبل سنين قليلة برياض السيارات وبجهد كبير
الشباب اللي عندهم توجيههم إلى الرياضة، ولازم يكون في لنا دعم كأردن وكنوادي عربية لرياضة السيارات في السعودية، لأن السعودية من أحلى الدول المهمة أو من أهم الدول الموجودة كمركز بنص جزيرة عربية، وإحنا الأردن طبعاً على حدودها وكل الخليج العربي على حدودها. يعني خلينا نقول رالي حائل 2010 عمر 5 سنوات، أنت أحد الخبرات اللي لا يستهان بها بمجال رياضة السيارات، كيف بتشوف المنافسة والتنظيم برالي حائل 2010؟ التنظيم متقدم جداً، واللي بيرفع الرأس أنه صرنا نشوف وجوه سعودية بالتنظيم اللي طبعاً قبل 5 سنين ما كنا نشوفها، فهلأ صار تنظيم سعودي، نشاط سعودي، متسابقين سعوديين ودعم سعودي، اللي هو هذا إشي بيرفع رأس. نحن بنحب نشوف الخبرات الوطنية العربية في مجال هذه الرياضة، ولما نشوفها سعودية كمان أكثر طبعاً إشي بيرفع رأس. التنظيم يعني اللي شفناه هون كان تنظيم رائع، جهد ممتاز، شعب طيب ومضياف، و يعني تحس الواحد حاله انه مش اول مره بيجي على رالي حائل، كانه الي 5 سنين باجي. على كل حال ان شاء الله يعني بنشوفك بالراليات الاخرى اكيد. من خلال وجودكم هون، لقائكم مع عدد من مسؤولي رياضه السيارات، كان في من البحرين، من قطر، من هل جرى اي حوار حول تعاون في مجال معين؟ هو التعاون موجود دائما اكيد، بس يعني هل هناك خطط جديده او افكار جديده ربما تدخل المنطقه؟ طبعا هلا احنا نوادي السيارات العربيه بشكل عام، او في عندك قسمين، النوادي العربيه اللي هي بنسميها احنا الاكتك، اللي هي بتشمل السيارات السياحه والسفر والسلامه على الطرق وما الى ذلك، هذه طبعا في تعاون للسلامه على الطرق بالسياحه بالمجالات عده، منها دفاتر المرور الجمركيه، تنقل بين هذه البلدان، رخص دوليه. والقسم الثاني اللي هو بنسميه احنا قسم الرياضه، اللي هو بشمل الشرق الاوسط. الشرق الاوسط طبعا هي بشمل مصر طبعا، من بشملهم الشرق الاوسط، بس ما عندهاش نشاطات رياضيه معنا، وما تبقى هي النشاطات الرياضيه اللي باسيا، خلينا نقول بالجزيره العربيه، الاردن ولبنان وسوريا. كان عندنا اجتماع اول واحد بقطر وشمل جميع النوادي هناك بقطر، وعملنا اسس للتعاون كما هو كل سنة طبعاً، نعمل أسس للمستقبل، تنظيم الراليات. عفواً المقاطعة، الاجتماع اللي كان قبل رالي قطر، المرحلة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط. أيضاً بالضبط، صحيح، كان بالدوحة، وهون ما كانش موجود جميع النوادي، مع أنه توجه الدعوة إلى جميع النوادي، بس لأنه ما كانش اجتماع رسمي طبعاً، بوجودنا هون بتم نقاش خلينا نقول بشبه غير رسمي على التعاون والنشاطات اللي بدنا نسويها. وطبعا اخ مشعل السديري عنده بعد نظر للرياضه بشكل جدي، وعنده افكار كانت، واحنا طبعا بنشارك فيها، وان شاء الله يكون يعني التعاون اكثر واكثر، لانه اذا انت تتطلع كاتحاد دولي للسيارات بين قسم السياحه وقسم الرياضه، احنا عندنا 40 صوت، يعني تقدر تحكي 20% من الاصوات، وكقوة شرائية معروف طبعا الخليج العربي، السعودية والخليج العربي كله قوة شرائية ضخمة، إضافة إلى الثقافة الموجودة بجميع شبه الجزيرة العربية والأردن وسوريا ولبنان ومصر وإلى آخره. يعني إحنا مركز هام ومهم لرياضة السيارات ولتقدم رياضة السيارات بشكل عام. يعني كمان إذا تطلع أنت، صار عندنا إحنا هلا بالمنطقة حلبتين فورمولا 1، بطولتين فورمولا 1، صار في عندنا بطولة الشرق، بطولة العالم للراليات بالأردن، صار عندك درجات نارية بقطر، عندك الباها السعودية، عندك ديزرت تشالنج بالإمارات، فعندك يعني عدة نشاطات دولية لبطولة العالم موجودة بالمنطقة، وما كل ما لها بتزيد. على كل حال مع زيادة تأكيد هذا الشيء بيحملكم أنتم كاتحادات مسؤولية أكبر وأكبر. أستاذ حسن، بتمنى لك يعني طيب الإقامة بحائل اليوم ختام الرالي، وإن شاء الله يعني كل التوفيق لكم في الأردن برالي الأردن، مرحلة من بطولة العالم.